تشهد كليات جامعة الكويت اليوم عرسا ديمقراطيا، حيث يتجه طلاب وطالبات جامعة الكويت لاختيار ممثليهم في انتخابات الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة. نعم، وستشهد الانتخابات منافسة بين القوائم الائتلافية والاتحاد الإسلامي وقائمة المستقلة وقائمة الوسط الديمقراطي، بالإضافة إلى قائمة الإسلامية للحصول على مقاعد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة. في أجواء ديمقراطية طلابية انطلق العرس الديمقراطي الطلابي في جامعة الكويت لانتخابات الاتحاد الوطني فرع جامعة الكويت 2018-2019. ولله الحمد، يعني ابتدأنا باب الاقتراع في الساعة 8 صباحا بالضبط، وهناك إقبال نوعا ما جيد وممتاز مقارنة بالسنوات الماضية. إلى الآن يعني بعد مرور 3 ساعات على فتح صناديق الاقتراع تجاوز عدد المقترعين 500 طالب، ونتوقع أن يكون هناك إقبال أكبر في الساعات الظهيرة الأولى. بالنسبة حق الانتخابات، بدينا العملية الانتخابية الساعة 8:10، والحمد لله في إقبال من الطالبات تقريبا على الساعة 9:45 زاد العدد، والعدد لما الحين فيه تزايد، والحمد لله وصلنا فوق 200 أو 200 وشوي من طالبات كلية الآداب. بوشاح الديمقراطية والحماس الطلابي الذي عم أرجاء كليات جامعة الكويت وتنافس بين القوائم الطلابية داخل الحرم الجامعي. اليوم عندنا انتخابات القوائم الطلابية اللي ان شاء الاتحاد اللي راح تكون على مستوى جامعة الكويت كلها، وبإذن الله يعني نتمنى التوفيق حق الجميع. أنا طالبة بجامعة الكويت بكلية الآداب. طبعا التنافس بين القوائم وايد حلو، والتنظيم طبعا وايد حلو، وتوفيق حق الجميع. نفتخر على ان في عندنا اجواء تنافسية وايد حلوة. طبعا هاي المرحله تكون اول مره ان طالب يصوت ويختار القائمه اللي تمثله، واتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. وسط اجواء حماسيه زادت من سخونتها واقبال الطلب على المشاركه في العرس الديمقراطي الطلابي للانتخابات الاتحاد الوطني لجامعه الكويت، وعلى حويدر، تلفزيون دوله الكويت.